سرحان في ايه؟ استنى، هو انت مبسوطه في القصر؟ مبسوطه عشان سوا. يعني لو بعته تزعلي؟ تبيعه ليه؟ عادي، نبيعه وناخد شقة حلوة ونعمل اللي نفسنا فيه. انت طول عمرك مستني القصر، ليك فيه تاريخ وذكريات فاتت، حلم لسه جاي، ليه تضحي بكل ده عشان الفلوس؟ هو انت ليه حب القصر قوي كده؟ ايه المشكلة اني نبقى من غير قصر يعني؟ المشكلة مش في القصر، المشكلة فيك انت. ليه ما بتنامش؟ ليه مش مرتاح فيه بعد كل اللي عملته عشان توصله؟ عادي، من حقي نغير حياتي، وجاي لي فيه عروض كتيرة، ايه المشكلة؟ عروض؟ أنا حبيت القصر وقصصه، قابلتك قدامه واتمنيت أبقى معاك فيه. على العموم، عن إذنك، براحتك، براحتك. سلمى، في حد عايز حضرتك. حد مين؟ حد اسمه علي. علي، اتفضل. تعالى يا يوسف معايا. اتفضل. سعيدة يا هنا. سعيدة مبارك. أني علي بحر. أنا شفتك قبل كده. حصل يا هنا، ما هو أني جيت زمان القصر ده علشان نطلبه إيد الست نادرة من حضرتك. صحيح. خير؟ أني جاي نجدده الطلب تاني يا ست هنا. تتجوز نادرة؟ ويكون لي عظيم الشرف. انت ما اتجوزتش من وقتها؟ لا، أنا أصلي وهبت روحي ليها، واللي انشغل قلبه ما يملكش غير الانتظار يا ست هان. طب تفتكر يا علي فندي إن نادرة اللي أبوها رفض زمان إنه يديها الغريب، وقتها كان أبوها خدام هنا في القصر وهي كمان، هتلف الأيام بعد ما بقت نادرة هانم أرملة يوسف بنوار إني حوافق وديها لك؟ تعقلها أنت دي؟ والله يا ست هانم، الحكاية لو فيها عقل من أساسه ما كنتش جيت نطلبه إيدها تاني. صحيح، بس المفروض إحنا كل ما بنكبر بنفهم الدنيا أكتر. ست هانم، هي صحيح أرملة يوسف بيه، بس يعني ما فيش حد واصي عليها. هي من حقها إني نطلبوها، وأنا من حقي إن هي اللي ترد على طلب يعني. حاضر. نادرة، تعالي يا نادرة. علي فندي جاي يخطبك، وانا قلت له ان صعب نادرة هانم أرملة يوسف بيه وام ابنه تتجوز حد بعده. انت ايه قولك؟ مفيش بعد قولك يا هانم. لتتجوز يوسف بيه ما ينفعش بعده تكون لحد. كفاية إني شفتك. الله يرحمك يا يوسف بيه، قلبك كسبان وانت حي وانت ميت. بإذن يا هان. مع السلامة.
طمرت فيك الرباية يا ام يوسف، طمرت فيها المحبة يا خديجة هانم. محبة يوسف بيه هي الأمر اللي ما اقدرش أعصاه. متشكر جدا يا دكتور. خلي بالك منها ومبروك. الله يبارك فيك. يوسف مبروك. مبروك الوظيفة الجديدة عند فاروق يا يوسف. وظيفة ايه؟ جوز بنته. شغلانة حلوة وراتبها مضمون. ويا ترى بقى سلمت مفتاح القصر ولا لسه؟ هو في ايه؟ انا لسه شاري، وان كنت انت بايع بيع بالغالي. على فكرة انا اكرم من فاروق كتير قوي. هو كل اللي هيعمله مرتب هترضي بيه بنته، انما انا عارف قيمة الحاجة الحلوة. انا هنشتري منك القصر، انما هو هيشتريك انت. انا لسه عند وعدي 100 مليون جنيه، ويا تقبل يا القصر ده يرجع للدولة. انا ما نحبش نخسر حتى لو بنلعب. فكر واحسبها كويس قوي، والوقت معاك لحد ما ازهق، وانا بزهق في شهر. سلام يا يوسف. مبروك. يوسف الرابع بيجهز انه يدخل القصر. ايوه. او نادرة لسه هيبان. المهم سلامتك. ينفع المولود اللي جاي يتولد في حته غير هنا؟ ما ينفعش. المولود اللي جاي كان حلم في قلبنا يا يوسف، دلوقتي هيبقى حقيقه ان شاء الله. ليه ما يجيش يلاقيك عامل المدرسه اللي كنت بتحلم بيها، ويكبر ويتعلم هنا زي العيله اللي بتعلمهم في المكتبه؟ تفتكري؟ متاكده زي ما انا شايفاك قدامي بالظبط. يمكن تطلع صوتها احلى من ام كلثوم، ويمكن يطلع مزيكاتي أجمل من سيد درويش. يمكن يمكن يا حبيبتي. أو ساكت ومليان أسرار زي يوسف حبيبي. كل يا ياسا، أم الله يرحمك تقول لك كل ما تسرحش. مفيش بدا اكل بمبا. يعني اني اكلي وحش يا عم ياسو؟ ايوه وحش. اكل بمبا ليه طعم؟ اكلك انت ماسخ. الله يسامحك. اكتب؟ اكتب ان الرجل عجوز؟ اوزن اكتب يعني؟ برضو كل، كل عشان تعرف تتحرك. مش الاكل اللي بيخلي الواحد يتحرك، النفس. ربنا يفتح نفسك يا عم ياسو. كل بقى وبطل كلام. أنا بشوف البنت دي بتطلع فوق. وصفة؟ ساعات كده بتيجي في ديلي. ما فيش تيجي في ديلي. أنت تطلع تخلص الشغل اللي وراك وتنزل على طول، والبنت المفروسة دي ما تطلع فوق تاني. يعني أقول لها لا؟ دي عيلة صغيرة. عيلة مسخوطة دي ما تطلعش فوق. ده قصر نوار باشا، مش قصر هندية وبنته. طب كل بقى وبطل كلام، كل. ما قلت ليك ان اكلك ماسخ. حبيبي يوسف، أكتب إليك الآن من غرفة مكتبك. وأقول لك أنت حبيبي بحرية ولا خوف.
لم أحب سواك، لم أعيش في حياتي إلا الأيام التي أحببتك فيها. أكتب إليك وأنا واثقة بأنك تراني وتسمعني، لأن الله رحيم بالأحباب. بتعملي إيه يا ندرة عند يوسف؟ بكتب له يا خديجة. أنا بتكتبي له إيه؟ جواب. عهد قديم ما بيني وما بينه، أفضل أكتب له هو يرد علي. دلوقتي خلاص أنا اللي بكتب بس، ولما بزهق بقعد أقرأ جواباته القديمة. ريلي أقرا. يوسف كان بيحب صوتك. إيري إلى نادرة الوجود. المرض يحاول أن يمنعني من الكتابة، لكنني أقاوم. طلبت من خديجة هانم أقلام وأوراق حتى أكتب إليك. أنا أصابك الزمن المتبقي حتى أكتب لك يا نادر، وكأني بالكتابة أراك وأسمعك. أنا الآن وحيد بلا زوجة، وحدها ابتسامة خديجة هانم تحاول أن تبعد عني شبح الموت. خديجة هانم أصبحت قريبة مني هذه الأيام، وكلما تمكن المرض مني كلما سامحته. يوسف نوار انقسم إلى ثلاثة: يوسف الطفل الذي يعيش في حضن خديجة هانم، ويوسف الشاب الذي ينتظر نادرة، ويوسف المريض الذي ينتظر الموت. أقاومه بالكتابة. يوسف نوار. يعني ايه فلسطين تتقسم دولتين؟ الامم المتحده اعلنت كده. والامم المتحده دي تعلن كده بمناسبه ايه؟ هو بمزاجها؟ الله، ده تاريخ وجغرافيا يا ناس. يعني ايه تمسك بلد تقسمها نصين وتدي نصها لناس مش منها؟ الله، في ايه يا كامل افندي؟ هم الانجليز لعبوها صايمه من الاول. وعد بلفور من 30 سنه راحوا ساحبين نفسهم من هناك. قامت الامم المتحده قالت لك خلاص يبقوا دولتين. ودولتين بتاع ايه؟ على اي اساس؟ الله، يعني انا يا كامل افندي نيجوا تحت بيتك ونفرشوا فرشه واخر اليوم نقسموك في البيت؟ شغل يهود يا بحر، مسمار جح. يعني نيجوا نقعدوا تحت البيت وبعدين نبلطجوا؟ لا، ما هي لو على البلطجه والمرسب والعباس ما نخلوا ولا يهودي في اسكندريه، ما احنا مش خواجات. ولا ايه يا جوني؟ يهود هنا مالهمش دعوه. الحكايه مش في اليهود، الحكايه في الفكره الصهيونيه. يعني لو فتحوا باب التطوع هنتطوع. تتطوع فين يا بحر؟ انت عايزها تخيب؟ برأيي ابو صاطي، وتخيب ليه ان شاء الله لما هنتطوع؟ عشان الحرب عايزه شباب، وانت مش صغير يا علي. واخر سلاح مسكته كان ايه؟ كان العود. اخي اهو نعمله اي حاجه بدل ما هي بتخرب كده. انا اللي ياخد ارض بلدي نخنقوه بايدي دي وديع. لازم تدرك انك كبرت يا علي يا بحر. الفنان عمره ما بيكبر يا كامل افندي، وهي تطوع. الفنان اللي ما يتحركش وقت الخطر ملوش لازمه يا اخي. ملوش لازمه يا بحر. اشرب حلبتك ودفي صدرك وادعي للشباب ربنا ينصرهم على اسرائيل. ادعي انت يا اخوي، الدعاء للحريم. واني هنتطوعه يعني هنتطوعه، علشان ده فعل الرجاله. رجاله؟ يعني دلوقتي نروح نطحنوا المعلم نحوم اللي في الساغه ولا ملوش ذنب يا سجوني؟ لا، ملوش ذنب بساطي، وبعد كده ده جارك، والنبي وصى على سابع جار.
عليه الصلاة والسلام يا سيدي، عليه الصلاة والسلام. طالما يهودي في حاله يبقى جاري، لكن قسما عظما لو عرفت انه بيبعت فلوس لاولاد عمه عشان يموتونا لنطحنه برضك، امال ايه؟ فرح، انا مش هننزل مرسى حد لبيت. اشمعنى؟ مالك يا صوفي؟ ماليش يا حبيبي، انا بس مرتاحه ومستغنيه، مزاجي نقعدوا في البيت نطبخوا لك ونستنوك نتعشوا معاك. على راحتك يا صدف. انت راحت يا فرح، وبعدين فيها ايه لما نرتاحوا لي ليله عشان نقعدوا مع حبيبي؟ وبعدين بقى في الكلام ده كده هنقعد انا كمان؟ لا انت، لا المرسح بينور بصوتك. بينور بيك، بس حلو اصداف دي، احن واطيب من اصداف اللي بتجهز قبل ما تروح المرسح. مزاجي كده النهارده، نفسي نقعدوا في البيت نروقوا نطبخوا لك نستنوك، نحس اني ست مستنيه جوزها يرجع من شغله. بعدين اني بنشتغل من وانا عندي 15 سنه، فيها ايه لما نريحوا لي ليله؟ عايزه تريحي على طول، انا مش هنقوله لا، خليها تيجي بظروفها. هو انا كبرت يا فرح؟ مين اللي قال؟ انت زي القمر. يعني خطوتي لسه خفيفة وشكلي حلو على المرسح؟ وش بدر وجسم غزال. كذاب، بس هنحاول نصدقوك. والمرسى ابو العباس ما فيش ستارة مرسح اتفتحت على حد في جمالك يا صدف. هتتأخر من كتر الكذب، يلا. أنا ما بنكذبوش يا أصداف. نزل البت منجا مطرحي لنادي. مفيش حد مطرحك يا صدف. اكلتني البلوزه وعجبتني يا ولا. عارف يا ولا، لو بصيت على واحده غيري، لو بصيت طليت كده ولا كده، انا هنخلعوا لك عنتينك الاثنين ونمشوك عنا. ونشوفه بعينيك يا صدف. يلا يا بكاش امشي. خير يا ابني؟ هي أصداف فين؟ ما جاتش معاك ليه؟ هي عيانة ولا إيه؟ صوفيا هترتاح الليلة. ليه؟ سلامتها. هي عيانة؟ ناخد الولا سمير ونروح نشوفوها؟ طمنا فرح. لا مش عيانة ولا حاجة، الست عايزة ترتاح شوية، هي حرة. هي حرة وترتاح شوية. أه مالك يا فرح؟ فيك حاجة؟ إيه؟ مالي؟ أصلك بتقولي ترتاح وحرة يا سبع الرجال، والمرسح ده مين هيشخلعه؟ أني وعمك بحر؟ والله الست قالت عايزة ترتاح وما تشتغلش الليلة، واستأذنتني وأني جوزها وافقت. ليك قول تاني؟ آه ليه أقول تاني؟ الجمهور اللي هيجي ده عشان يشوفها نقول له إيه؟ استأذنت جوزها؟ مانجا هترقص مطرحها الليلة، وكمان بتنقي مين اللي هيرقص مكانها؟ ليه؟ هو انت اتجوزتنا كلنا ولا ايه؟ ما بس بقى يا ابو صاطي، ده صوتك عليه خرام لي وداني. خلاص اهدى، في ايه؟ ما هو ما ينفعش كده يا بحر. لا ينفع طبعا، هو حر وهي حر، الراجل ما قالش حاجه غلط. يعني اصداف حره وترتاح والجدع موافقه ومهودها واحنا نخسره؟ ده خرب بيوت. انا كمان حر مع اهل بيتي. اهل بيتك يا جدع تلهي. اسمع يا ابو صاطي، بصوتي حاف كده يا عديم التمييز. ايوه حاف، يبقى هات خمسك معاك. يعني انت سايب كل ده وجاي على خلاص يا بصوتي؟ بس يا ولا فرح اسكت يا ولا، خلاص بقى في ايه؟ الله، هتسكت ولا امشي؟ اصدف شريكه في المرسح ده واني جوزها، يعني لما هي تبقى في البيت واني موجود يبقى اني اللي شريكك، ولما تتكلم مع شريكك تتكلم عدل وتنقي الكلام. شريكي؟ ايوه شريكك. حقه يا ابو صاطي، هنقولوا لك ايه يعني؟ جوز شريكتك يبقى شريك. ما قلناش حاجه يا سي علي، بس الاحترام حلو برضو. عيب، انا اكبر منك في السن، يعني هتعرف تحترم اللي اكبر منك ازاي؟ تقول لي يا ابو صاطي حاف كده؟ بقول له يا عم ابو صاطي، بقول له يا عم ابو صاطي عشان بتنقح عليه. قول له، قول له، قول له يا ولا عمك ابو صاطي. طيب قول له عم ابو صاطي. تمام تمام
تستغل طبت انت يا بحر. ماشي ماشي. يوسف تعال هنا، انت واقف عندك بتعمل ايه؟ معرفش ايه حكايته مع وصفة بنت هندية، طول النهار يضحك لها وتضحك له. وصفة؟ ايه اللي بيطلع وصفة هنا؟ عيلة وهتطلع. تحت امرك يا خديجة هان. يعني ايه وصفة بتطلع هنا؟ يعني ايه بتلعب مع يوسف بيه؟ لا يا هان، هي ساعات بس تغفلني وتطلع ورايا فوق، همشيها. مفيش تغفلك. لو وصفة طلعت هنا تاني مش هيبقى فيه لا وصفة ولا أمها. مكانها في البدروم. مفهوم؟ مفهوم يا هان. مفهوم. هي أصلها بس خارصة وما بتتكلمش. سمعتي اللي أنا قلته؟ حاضر. غلباني ما بتتكلمش. عايزه العب مع وصفه. تلعب مع وصفه؟ انت اتجننت. امال العب مع مين؟ العب مع نفسك، مع لعبك. ما تلعبش خالص، مش مهم. ما فيش بهوات بيلعبوا. في ايه يا اسا؟ اقري اقري يا ندرة. أبوك يريد أن يراك يا ندرة ولا يستطيع أن يأتي إلى الإسكندرية. أبوي يا خديجة هانم، أبوي، أبوي يا خديجة هانم. هاخد يوسف وروح له. روحي لوحدك. يوسف لا. مبروك يا أم يوسف. أو ندرة. يا أروبة شكلك عملتي سونار وعرفتي. نادرة؟ لا مش عامل سونار. ليه؟ عايزة تتفاجئي؟ أحلى، المفاجأة أحلى. مبسوطة يا سلمى؟ الحمد لله. إيه ده إيه ده إيه ده؟ فين الحماس يا بنتي؟ ده أنت حققتي كل اللي كنت بتحلمي بيه، يعني المفروض تبقي طايرة من الفرحة. حاسة إن يوسف مش مبسوط. ليه كده؟ معرفش، من ساعة ما اتجوزنا هو ما بينامش، في حاجة قلقاه. وهيكون اللي مسهره غيرك انت يا جميل. لبنى بتكلم جد. لا بجد، يعني ما بينامش طول الوقت، في حاجة قلقاها موت عارفها. بتهيألي طبيعي، حياة جديدة، إحساس جديد ومسؤولية وحمل. طب ما تتكلمي معاه. حاولت وما بيتكلمش. وإيه الجديد يا سلمى؟ ما هو من زمان وهو كلامه قليل. يمكن زهق. لحق، ساعات الحمل السريع بيعمل قفلة وسدت نفس للراجل. طب ما تخرجوا وتتفسحوا، بلاش البيتوتية اللي انتوا فيها دي. وايه اخبار الجورنال يا لبنى؟ اسكتي، مش حامد استقال تاني؟ ليه؟ اتخانق مع رئيس التحرير وردح له وتقريبا طرده وقال على الباب انه هيفضح الدنيا. اي دنيا يا ستي؟ ده مجنون، قعد يهلل باي كلام ومشي. اوف. بعدين انتي بقيتي اسكندرانيه يعني؟ مش هديكي القاهره ان شاء الله. ماشي يا عبد. بسم الله عليك يا بوي، مالك؟ أنا زي الفل يا بنتي، دم نظرتك بعينك بقى زي الفل. طب قوم قوم، شد حيلك، قوم معايا نروحوا اسكندرية، نروحوا مصر، أجيب لك أكبر حكيم. مش يعمل الحكيم في العليل يا بنتي، أنا رقت ما شفتك، شيعت لك مراسيل بقلبي قبل التلغراف. عامل إيه ياما؟ يوسف ما جاش معاكي ليه؟ بقى جدته في اسكندرية. اقعد يا بنت يا زهيرة، انت حبلة. قوم يا بوي قوم، شد حيلك. حاضر قوم. يوسف رايك؟ رايك وبيسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه. الحمد لله يا نادر ان الواحد هيموت في بيته.
بلده في وسطيكم الغربة حفشه. بعد الشر عليك يا بوي، هجيب لك الربابة وتغني لي زي زمان. ركنت الراديو طلع، ركبت السيرة ما عادش لي أسميها. الظاهر لما أسميها بيروحوا، اللي هيغني هيموت، والمنشد تروحوا في السميع. واحنا رحنا فين؟ كده زين، كده مليح. أقول لك أنا أقدر أغني لك من غير رباب. غني يا أبو نادر غني. أول ما نبدي الجول نصلي على النبي، صلى عليك الله يا عالم الهدى، من قبره بيفج مسك وطيب نبي، عربي للمسلمين حبيب، يقول الزناتي في الجواب، وما شكا دمعا جرى على الخدود حبيب، وحسرتي عداني البين وبعني، ولا جعلش غدرة الزمان قريب، أشكو لمن رفع السماء بلا عمل، لله تعالى حاضر ليس يغيب، على ما هجر لي يا ويح قلبي، لما جرى نار البلف في جسمي كيد لهي، الحمد لله السلامة يا نادر، الحمد لله السلامة يا ولدي. أبوي أبوي أبوي. يعني ايه يا جدعان؟ دول ست دول، ازاي في الاخر الصهاينه يكسبوا؟ تعددت الاسباب والنكبه واحده يا بساطي. نكبه؟ دي مصيبه يا كامل افندي، مصيبه. قلت لكم من الاول اللي اتطوعوا هناك قعدت تتمقلس عليا يا بساطي، مش كده؟ مش كنت مت هناك اشرف لي؟ اشرف لك ايه؟ دول 15,000 شهيد، 50 مذبحه. بس لازم يبقى في سبب يا جوني. يا ترى ايه السبب؟ طول بقى ضعف، طول خيانه، تقول عدم تنسيق، تقول اللي تقوله، لكن الحقيقة إن بقى في إسرائيل خلاص. كده؟ كده وإحنا قاعدين في وسط الدنيا عادي؟ طب نبص في وش بعض إزاي؟ ما كنتش يا رب بقيت من 15,000 وارتحت. لا طولت الشهادة ولا طولت النصر. ما هي دي النكبة. ومش هتخلص على كده، هيفضلوا عايزين أرض أكتر برضه. أرض أكتر لفين يعني؟ الله، واحنا عايزتنا ايه يا خواجة؟ ايوه اللي هو عايزينها من فين لفين يعني يا جوني؟ من البحر للبحر. لا قسما عظما ما يحصل ولا يكون ابدا يا خواجة. الله، دي جولة يا ناس، جولة من كذا جولة ولسه بدري عادي. ان شاء الله هيجي اليوم اللي ربنا هينصرنا فيه. ايوه يا خواجة، ده وعد ربنا، وربنا عمره ما بيخلف وعده ابدا. اللي يعيش بقى ويشوف يا بحر. هيجي اليوم وهتشوف يا بساطي، جاتك البلا محبط. ما هو انت بتقول وعد ربنا وهم بيقولوا ارض الميعاد. الحق مع القوة والقوة مع الحق يا خواجة. يعني هنتجننوا يا ناس، مش قادر نصدقه. عاصمة امريكية واشنطن، هناك من يرى بان الرئيس دونالد ترامب يريد حصد اكبر قدر ممكن من الدعم الشعبي لمواقفه وللوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، ويريد الآن الوفاء بها حتى يبدو أكثر.